اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الوطني رواد الاعمال وكما عودناكم ان نستضيف رجال اعمال بدوله الامارات العربيه المتحده اليوم رحبوا معنا بمستر محمد شريك في مجموعه صالونات لندن بيس بدايه اسعد الله اوقاتك سيد محمد اهلا اهلا فيكم بالصالون شرفتونا نورتونا اليوم مستر محمد حابين في بدايه برنامجنا نعرف الساده المشاهدين اكثر بحضرتك انا شريك شريك بمجموعه لندن بيز المجموعه بلشت سنه 1954 المؤسس تبعها المسيو جورج جورج عاصي كان اول محل بلندن الى ثلاث محلات بلندن انشاهم واولاده معه مسيو زياد والمسيو توني بعدين انتقلوا على لبنان صار عندهم خمس فروع بلبنان بالاضافه لثلاثه اللي بلندن وبعدين قررنا انه نصير شوي نطلع انترناشونال اكثر ونجي على الخليج العربي واخترنا دبي لانه دبي هي الهاب منها بتقدر تنطلق على كل على كل المناطق الباقيه ف يعني كان كنا كان دبي عند حسن ظننا مثل ما بيقولوا وما خيبت لنا املنا وكانت انطلاقه كثير قويه صرنا اربع اشهر هون والحمد لله يعني الشغل كثير منيح وانطلاقه كثير منيحه وان شاء الله منا للاكبر عندنا كذا فرع هلا محضرين لهم بعد بعد فتره والحمد لله الشغل كثير منيح ما شاء الله حابين ايضا نعرف الساده المشاهدين على الخدمات والسيرفيس يلي بتقدموها بلندن بيس هلا أه قبل ما اعرفك بالخدمات حاب اعرفك شوي عن الموظفين اللي عندنا والأكيب اللي نحن بنجيبه هذا الشيء اللي بيميزنا عن غيرنا من الصالونات هون بدبي لانه نحن الاكيب اللي بنكون جايبينه أه بتدرب عندنا بلبنان عندنا اكاديمي تحت اشراف آه، توني عاصي بيدرب الشباب كلياتهم على سيستم معين وعلى طريقه شغله معينه لحتى يكونوا كثير قويه حتى يقدروا لبوا احتياجات العالم الفي اي بي ما شاء الله. فالشباب كلهم بيدربوا هونيك ومنها بينطلقوا بنوزعهم على الفروع فما في حدا بيجي من الباك جراوند تبعيته الا ما يكون عامل هيدي التريننج واخذ سيرتيفيكيت فيها ما شاء الله. ومن هيك العالم هون كانت حبتنا حبه حبيت الديكور حبه المحل حبه كل شيء وجربوا اكيد بس لما جربوا الشباب اللي عنا تغيرت نظرتهم كليا حبوا كل كل الشغل اللي عم بيصير ماشي. وهي هذا اللي بميزنا عن غيرنا يعني الشباب وطريقه اصلا طريقه الشغل اللي بيشتغلوا فيها وطريقه السيرفيس هاي بتميزنا عن غيرنا بالاضافه للبرودكت اللي نحن بنبيعها هي البرودكت اكسكلوزيف للندن بيز اسمها يونيون جاك هي م. بتنعمل بلندن في كل انواع البرودكت يعني من واكس من سبراي من كل من كل هيدي الامور كلها بتنعمل بلندن ومنجيبها لهون منبيعها عم, عم تلاقي كتير رواج يعني وعم بحبوها كتير العالم لأنه هاي كواليتي عم بتكون فهذا ما عن غيرنا لأنه ما فيك تشتري هول البرودكت إلا من محلاتنا جميل جدا سيد محمد حابين نتعرف على الرؤيه المستقبليه لحضرتك وين بنشوفكم بالمستقبل باذن الله يعني مثل ما خبرتك قلت لك هي دبي كانت انطلاقه هي هاب لحتى ننطلق منها على كل خليج العربي اذا الله راد في عم نحضر فروعة تانية هلا البلانز تبعنا دبي مارينا نطلع شوي على ابو ظبي وفي عنا مشروع ثاني هلا بالرياض كمان ما شاء الله ف... انتظرونا مثل ما بقول ما شاء الله ما شاء الله بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق مستر محمد حابين مستر محمد قبل نهايه برنامجنا نقدم رسالة شكر من السيد محمد ومن مجموعة لندن بيس لحكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة على الأمن والأمان والكواليتي المعيشة اللي آه ليك مثل ما بقول لك نحن أول فروعة كنا مبلشين بلندن بعدين نزلنا على لبنان لما قررنا نطلع من برات لبنان قررنا نروح على محل نحس فيه بامان، محل ما نعطى الهم اذا فتحنا يصير في عنا ازمات، يصير في عنا حوادث، يصير في عنا جرائم، يصير في عنا، فاكثر محل سيف انت بتقدر تتخيله على وجه الكره الارضيه هو دبي والامارات بشكل عام. فهذا فهيدا الشيء اللي نحن دفعنا لحتى نستثمر هون لانه انت استثمارك عم بيكون بامان. ومثل ما عم قلت لك هيدا كان عند حسن ظننا يعني لقينا احسن استقبال من نهار تاسيس الشركه لغايه البنوك لغايه الافتتاح لحد ما هلا نحن فاتحين من البلديه من الخدمات من دائره الاقتصاد كله عم بيكون مسهل وكله عم بيكون بطريقه كتير بروفيشنال حتى ما رح يعني بكون عم بالغ اذا قلت لك ما بكون عم بالغ انه احسن من لندن حتى فهيدا الشيء اللي دفعنا بنشكر نحن الدوله بنشكر حكام الامارات على كل شيء عم بقدمولنا اياه وشكر كتير كبير لالهم لانه يعني اعطونا اكثر ما بنستاهل اكيد اكيد طبعا سيد محمد حابين نعرف السادة المشاهدين على موقع صالون لندن بيس بامارة دبي، وين متواجدين هل... وكيفية التواصل معكم؟ نعم، الموقع هو ببزنس بي باي، داون دبي ما بيضيع بعيد خمس دقايق عن دبي مول، أه... نحن ببزنس باي، بي سكوير، هو المول بي سكوير، على الكورنر يعني على الروم ما بيضيع حدا، شارع الاصايل، البناية رقم واحد، أول محل على الزاوية، يعني مثل ما شفتوا ما بيضيع حدا. وللتواصل معنا في عنا بيج على الانستغرام اسمه لندن بيز دبي وعنا رقم التليفون يلي هو 501-501-499 بيقدروا يتواصلوا معنا ويحجزوا اي مواعيد جميل جدا اذا اعزائي المشاهدين سهوله في الوصول ل صالون لندن بيس عن طريق الموقع الجغرافي وأيضا سوف تظهر لكم جميع أرقام ووسائل التواصل أسفل الشاشة في نهاية برنامجنا حابين نتشكرك جزيل الشكر سيد محمد على حسن الاستقبال وحسن الضيافة وإن شاء سهل. الله لقاءات أخرى بالمستقبل بإذن الله, الله. شكراً إن شاء الله بنشوفكم على مستوى السبع إمارات أكيد بإذن الله. أكيد. رد. أكيد شكرا, شكراً لك شكرا بشكركم شكرا, شكراً مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم "ABC" وعلى السوشيال ميديا دمتم بخير وفي امان الله